الله الرحمن الرحيم. النهاردة بعلن لحضراتكم إضافة جديدة داخل دبلومة الميداس، وهي هدية مني شخصيا لكل الزملاء الدارسين في الدبلومة. طبعا امبارح احنا في سلسلة حلقاتنا ازاي تبقى مهندس ناجح ومطلوب في سوق العمل، الحلقة رقم 23، وكان عنوان الحلقة اعتماد الرسومات المعمارية والإنشائية، وطرحنا أسئلة مهمة جدا. أول سؤال، هل في أي تشيك على الرسومات المعمارية حضرتك بتعملها قبل ما تشتغل التصميم الإنشائي؟ طيب هل ممكن المهندس الإنشائي يقوم بإرجاع الرسومات المعمارية للمصمم المعماري ويقول له آسف جدا يا باشمهندس، تصميمك غلط وغير مطابق للأكواد العالمية؟ طيب كمان ايه اللي تشيك اللي المفروض المهندس الانشائي يعملها بعد الانتهاء من تصميمه الانشائي؟ طبعا الحاجات دي معرفتها هترفع سعر اي زميل داخل سوق العمل. هنشوف في الاضافة بتاعتنا ازاي نعمل سيميوليشن داخل برج المدينة بلازا، وهو من الابراج اللي احنا بنعمل لها تحليل وتصميم وطبعا نمذجة داخل برنامج الميداس. من خلال ده هنعرف ازاي ممكن نجاوب على الاسئلة دي في وقت سريع جدا. طيب ده التصميم المعماري بتاعنا للدور المتكرر. طيب هل حضرتك ممكن ترجع التصميم ده او تقول فيه اخطاء، وبناء على ايه؟ ايه الاكواد العالمية اللي حضرتك هتعتمد عليها وتقول التصميم ده يا باشمهندس فيه اخطاء وانا كانشائي ما اقدرش ان انا اكمل التصميم بتاعي؟ طيب زي ما احنا شايفين ده سيميوليشن، وشايفين الوان، لون ازرق ولون اخضر، لون احمر هنا على الشمال، وشايفين انيميشن. تعالوا نشوف كمان الانيميشن 3 دايمنشن قدامنا بيتحرك ازاي. طيب ايه الاكواد العالمية اللي احنا هنستخدمها علشان نرجع التصميم المعماري ونقول له يا باشمهندس التصميم ده غلط، او نقول ان التصميم ده صح؟ ايه اللي احنا ممكن نستفيده من الانيميشن بتاعنا ده؟ ازاي حضرتك تشتغل على البروجرامز دي، وازاي حضرتك تشوف برنامج جديد في عمل السيميوليشن داخل دبلومة الميداس؟ طيب هل التصميم المعماري مراجعته بتتم، وايه الاسس اللي بتتم بيها مراجعة التصميمات المعمارية طبقا للاكواد العالمية؟ تمام، زي ما احنا شايفين ده behaviors لبعض الناس اللي بيجدوا اتجاه تاني للحركة علشان يجد منفذ يقدر يخرج منه للسلالة. تمام، طب هل ايه معنات الكلام ده؟ طب الكلام ده بيستخدم في ايه؟ طيب التشيكس دي ايه هي؟ كل ده ان شاء الله باذن الله تعالى موجود هدية متاحة مني شخصيا للزملاء داخل دبلومة الميداس.